للاستاذ منتصر رفاعي، والقصه عوده فيريرا، وان شاء الله باذن الله نتوقع ونتمنى ان الامور تتحسن بشكل كبير جدا جدا عن الفتره السابقه. انا طبعا دوري هنا في قناه نادي الزمالك ان انا بدعم اي قرار بياخده مجلس الاداره، لان انا اثق تماما ان هو مجلس اداره منتخب بيعمل جاهدا دائما لاسعاد جماهير نادي الزمالك والجماهير العموميه، الجماهير العموميه فيما يتعلق بالنشاط الخدمي داخل النادي او المنشات. النهارده الدلائل والنتائج والمعطيات كلها بتقول انك انت امام مجلس اداره بيقوده المستشار مرتضى منصور بيتفانى في اسعاد جمهور نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه كلهم على حد يعني. المؤكد ان عوده البروف فيريرا، عمرنا ما اتكلمنا هنا في قناه نادي الزمالك عن امكانيات الرجل التدريبيه، والا احنا كنا نبقى مجانين. احنا كنا بنتكلم على حاله كان فيها الفريق تحت قياده البروفيسور فيريرا، وهو بروفيسور حقيقي. فيريرا من افضل المدربين على مستوى العالم مش على مستوى مصر فقط، ده بالارقام وبالسيره الذاتيه الكبيره جدا لهذا الرجل العظيم. طيب كان في اخطاء فنيه ارتكبت في وجود فيريرا عكستها نتائج الفريق، لما انت تخسر 3 مباريات من اسوان ومن النادي الاهلي، وكانت المباراة الثالثة غزل المحلة وتتعادل 5 مباريات مع الانبي والمصري والداخلية والمقاولين والاتحاد. فالمؤكد انه في ظل الدعم الكبير جدا للفريق، المؤكد ان هذه النتائج كانت تحتاج الى وقفة. طيب المحك الرئيسي يا كابتن طارق وانت تعيد يعني فيريرا للفريق، انه هو الرجل بيعترف باخطائه او انه هناك جهاز معاون ليه كان عامل مشكله، وده اللي سبب في عدم اعتماده على الجهاز المعاون المصري بقياده الكابتن اسامه نبيه. النهارده انك ترجع فيريرا زي ما قال الاستاذ مصطفى جويلي، النهارده امام مجلس اداره بيعمل جاهدا، لا يتبع سياسه العناد، بيعمل جاهدا انه يصحح مسار الفريق. النهارده ناس كتيره جدا، انا عايز اقول لجمهور نادي الزمالك، متضايقه ان فيريرا رجع، من جماهير المنافسه متضايقه، لان تعلم قيمه هذا الرجل الفنيه. الناس بتحاول تاخدك لسكه، طب انت ازاي تمشيه وازاي ترجعه؟ انا بقول مره واثنين وثلاثه، ورسالت لجمهور نادي الزمالك العظيم وجماهير الزمالك العظيمه، انك انت لا تبتلع هذا الطعم، ما تبقاش المعول اللي دائما يهدم اي قرار حتى لو في مصلحتك بحجة انه ازاي بتاخد قرار وترجع فيه. لا، انا ما برجعش في القرار، انا القرار في جهاز النهارده محترم، كابتن اسامه نبيه والكابتن اسماعيل يوسف وحسين ياسين محمد، وفي المقدمه الاستاذ امير مرتضى المشرف العام على الكره، بيعملوا المصح. هناك كانت في اخطاء ايضا على مستوى اللاعبين تم اصلاحها زي ما شفنا مكالمه الاستاذ امير امبارح. فالنهارده انت النهارده امام صياغه مشهد مره اخرى، باذن الله تعالى انا متفائل ان النتائج ستتحسن في الفتره القادمه، ان فيريرا اللي خد في 2015 دوري وكاس هو فيريرا اللي خد في 6 شهور جه دوري وكاس، ان شاء الله مع بدايه مباراه فاركو اخر مباراه في الدور الاول قدامنا 17 مباراه نقدر نعوض فارق النقاط مع النادي الاهلي، بالتالي النهارده الفريق ان شاء الله يرجع لمساره الصحيح، وده عهدنا في فيريرا الكبير. لازم ندعم قرار مجلس الاداره، مجلس ادارتنا نقف وراه، لازم ندعم اللاعبين وندعم الجهاز الفني، وانا اي حد بيقود نادي الزمالك سواء على المستوى الاداري الشهر مرتضى منصور تحديدا انا بدعمه في كل قراراته هنا في قناه نادي الزمالك. الجهاز الفني طالما لسه بيشتغل وطالما ماراثون الدوري ما انتهاش، انا بدعم الجهاز الفني وبدعم فيريرا وبدعم كل الجهاز المعاول ليه، وان شاء الله يا رب الانتصارات تعود لنادي الزمالك.